كابتن سامي قمصان برضو بيبقى ليه بعض التصريحات بعد يعني الماتشات المهمه، بتبقى نقاط مهمه جدا بيتكلم فيها. هو قال لك ان الاهلي كده قطع خطوه كبيره جدا ومهمه جدا خلاص في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب البطوله بعد تخطي فريق الرجاء المغربي، وان شخصيه لاعبي الاهلي كمان دايما بتظهر في هذه المواجهات الصعبه. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وبشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت. زي ما انت قلت شوطين المباراه الحمد لله، الشوط الاول في مصر كسبنا الحمد لله 2-0، ساعدنا كتير جدا النهارده. شايف قد ايه الاجواء صعبه جدا، ضغوطات صعبه جدا، لكن اللعيبه تظهر الشخصيه ديت والاداء ده اعتقد الحمد لله ده مجهود يشكروا عليه يعني. لكن زي ما نقول كل مره بنكرر دي خطوه، لسه قدامنا خطوتين ان شاء الله نقدر نحققهم، نقدر نحقق بطوله ان شاء الله تكون غاليه جدا لينا ولجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. الحاجات الخبرات اللي احنا لعبناها كتير في المباريات اللي زي ديت ساعدتنا النهارده في المباراه، ساعدتنا في الاجواء، ساعدتنا في التركيز. فاعتقد الحمد لله النهارده اللعيبه كانوا مميزين جدا، والحمد لله مبروك وسعداء طبعا بالفوز دوت. ودي طبعا لجمهور النادي الاهلي تاهل، لكن بقى ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله بالنسبه لنا بطوله مهمه كبيره ان شاء الله قدرنا نحققها ونفرح بها جمهور النادي الاهلي ان شاء الله.